السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هذا الفيديو اللي هذا النهار اليوم عنده علاقة بالعناية الطيور. المهم نبداو نحيدو لهم الشرابات في الأول، يعني طويل الشرابات ممكن تحيد لهم الشرابات واحد ساعتين تقريبا، نطوي الشرابات نطوياج جينيرال. كتوجد مهم ثومة وحامضة، انتو مع الشرابات كما كتشوفوهم عطيناهم بانيو باش نغسلوهم مزيان، تعاون بشيتة ديال السنان موجود عند اي واحد. خدا غي شيتة قديمة ديجا تساليتي بيها باش كتنطوي الجنيبات ديال الشرابة. كما كتشوفو خصكم تهلاو في ديوركم باش ما يمرضوش. كتشوفو عندنا شوية ديال الزرع فازك 48 ساعة تما، شوية ديال الكيسير. بالنسبة للوكالات كتبقى فيهم داك الغبرة وداكشي كيستعملو غربال باش باش تغربل داك الغبرة تحيدها ما تبقاش. كما كتشوفو ريكو وباكو ديما مدخلين راسهم معايا كيعاونوني، لا خسرو ماشي كيعاون. يلا جلس ريكو، يلا جلس ليك سالا. هذا الغربة اللي كان تستعملو نبداو على بركة الله. بعد ما وجدنا الماء اللي فيه التومة طرف ديال التومة الحامض، ها نتوما سمي باكوريكو هما كيلعبوها تاني. حنا كنغربلو الماكلة وما كيلعبوش، لعبو على خاطركم يا اخي. ايوا طلقنا عتاني الطويرة تيسرحو جنيحاتهم شوية. كدير باك واش كدير؟ واش كدير؟ والله قلبت يا فاضي. ايوا انتم عاوتاني نعطيهم شوية تا هما حقهم. هاديك الطير باغا تخرج تاني. انتم هادو الالبينو واللوتينو، انتم عاوتاني بليزا. ريكو صافي عياب، عياب اللعب جا الناس. ايوا ملي كنساليو الغسيل كنهدو الطيور لبلايصهم، لو صرجم حتى هو سجناه شوية، كنشطبو داكشي مزيان، كانوا دخلوا لهم الماكلة. دخلت لهم خلاص الديسير في الاول باش كلاوه، موراها دخلت لهم الوكالات من بعد ما تغربلات الماكلة مزيان. ونجمعوا هذا الشيء عاوتاني من بعد ما ياكلوا مزيان كنزيدوا مع ثاني الديسير المرة الثانية باش هذا النهار العناية العناية العناية. المهم هي الليمونة عاد خديناها عاوتاني بعد ما رقدنا ثومة ساعة في الماء، ونزيدوا هاد الليمونة حامض. كيف ما كنعرفوا الحامض والثومه مزيان الجهاز الهضمي ديال الطائر. يلا الله يسخر والسلام عليكم.